عبر سكايب مباشرة من حدود سوريا تركيا ينضم لنا ياسين أبو رائد، عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية. سيد ياسين مساء الخير، أهلا بك معنا. إلى الآن كيف جرت عملية إجلاء الدفعة الأولى خارج الأحياء في أحياء حلب الشرقية تحديدا؟ كم عدد الأشخاص الذين استطاعوا الخروج، ومتى من المتوقع خروج الدفعات الأخرى؟ نعم، مساء الخير. يعني طبعا بالنسبة لليوم، يعني في البداية كان اليوم متعثرا بإصابة عدة مدنيين خلال القافلة التي خرجت، بالإضافة إلى إصابة مسؤول الدفاع المدني ببرس مشعل عند الصباح أثناء إجلاء الجرحى. لكن عند يعني دخول الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري جرت الأمور جيدة. انطلقت القافلة من داخل مدينة حلب، ومن ثم يعني عبرت إلى الريف. طبعا كان هناك وقت طويل توقفت عند منطقة الراموسة لأكثر من 3 ساعات تقريبا، وهي مدة طويلة جدا، ومن ثم توجهت إلى منطقة الريف الغربي، ومنها إلى مناطق الريف الغربي، ومنها أيضا إلى منطقة معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية. عدد الأشخاص الذين خرجوا اليوم 150 جريح ومصاب، و1050 شخص من عائلاتهم ومدنيين، يعني تقريبا 1200 أو 1300 شخص. خرجت 20 حافلة أو ما يسمى باص طبعا ممتلئ، بالإضافة إلى 27 سيارة، بينهم سيارات إسعاف وسيارات فانات تقل مصابين وجرحى. يعني تم هلا يعني حاليا ادخال بعضهم الى تركيا لتلقي العلاج الكامل بسبب اوضاعهم الخطره وبسبب تردي وضعهم الطبي. طيب العائلات والمدنيون، يعني نتحدث عن اطفال، نتحدث عن كبار سن، عن نساء ايضا، ماذا بالنسبه لتامينهم؟ اين يتواجدون الان؟ هل تم تامين اماكن ربما لهم لكي يصلوا الى اماكن تواجدهم بسلام ايضا في كل يعني هذا المسار الى ان يصلوا الى المكان المؤمن لهم؟ هل من اماكن مؤمنه ايضا؟ نعم، يعني طبعا وصلت يعني المدنيين وايضا وصلوا الى النقطة التي يجب ان ينزلوا بها، وهي منطقة الريف الغربي، الاتارب واورم الكبرى وسرمدة وباب الهوى. طبعا يوجد منظمات اغاثية تعمل على موضوع مراكز الايواء وعلى موضوع المخيمات، لكن بشكل غير كافي. يعني يوجد لدينا حوالي اكثر من 50,000 نسمة سوف تدخل الى مدينة او الى ريف مدينة حلب، وهذا عدد كبير جدا يحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر جهود كثيرة حتى يتم استقبالهم. اليوم تم إدخال 60 سيارة إغاثية أو 60 شاحنة إغاثية من أجل المدنيين، تتضمن يعني بطانيات وأيضا مواد غذائية وغيرها من أجل الذين أتوا. يعني لكن علينا معرفة موضوع واحد ومهم جدا، وهو أن كل من خرج ترك سيارته، ترك يعني أشيائه، ترك أساس منزله، ترك كل شيء، لم يحمل إلا المال وبعض الألبسة فقط. يعني هو خرج من منطقة إلى أخرى، فقد منزله، فقد كل شيء، وأتى حاليا إلى يعني منطقة غير منطقته، لا يوجد لديه أي شيء. لذلك الوضع قد يكون صعبا في البداية. المنظمات الإغاثية وأيضا الإنسانية أن تبذل أكثر يعني جهود من أجلهم. يعني هم في حاجة ربما لكل شيء إن صح التعبير. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة ياسين أبو رائد، عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من الحدود السورية التركية.